مؤشرات إيجابية لعودة قوية للقطاع السياحي في أبو ظبي، وبوادر الانتعاش الواعدة للقطاع تم استعراضها ومناقشتها في الاجتماع الذي عقدته دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي افتراضيا للجنة تطوير القطاع السياحي. وتناول الاجتماع الذي جمع عددا من شركاء الدائرة في القطاع وأصحاب المصالح وممثلي عدد من المؤسسات السياحية الرائدة آخر المستجدات حول نشاط القطاع في الإمارة، وأظهر استعراض لعائدات النشاط السياحي خلال الربع الثالث من العام الجاري تعافيا تدريجيا للقطاع بعد تأثره بسبب جائحة كوفيد-19، حيث حققت العاصمة خلال الربع الثالث أعلى معدلات للإشغال الفندقي مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة، وبالمقارنة مع الربع الثاني ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46% مدعومة بزيادة بنسبة 95% في إجمالي عدد نزلاء، وتجلى هذا التعافي بشكل أكبر من خلاله زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة بنسبة 83% وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 364% خلال هذه الفترة. وتعود هذه المؤشرات الإيجابية إلى الجهود المتواصلة التي تقوم بها دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي لدعم السياحة الداخلية من خلال سلسلة من المبادرات مثل برنامج شهادة جو سيف وحملتي اكتشف المفاجأة واكتشف أبو ظبي. فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والقيود التي فرضت على حركة السفر والتنقل، عكست النتائج والمؤشرات الإيجابية التي شهدناها خلال الربع الثالث مرونة القطاع السياحي في الإمارة وقدرته على التكيف مع مختلف مستجدات ومتطلبات السوق، إلى جانب إطلاق شركتي العربية للطيران وويز إير الذي عزز الثقة في دور أبوظبي المحورية وأهميتها كمركز طيران عالمي.